أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع، أهلا بكم في كل مكان وبث مباشر جديد من على طريق المحلة طنطا لقيام أحد الشباب بفتح مشروع التون الشوكي على طريق المحلة طنطا. هذا المشروع يعني أو يقوم بعمل بالتون الشوكي على الطريق كمصدر رزق بالنسبة له. نتقرب منه ونتعرف عليه. قول لي اسمك ايه يا حبيبي؟ انا اسمي احمد عبد الصبور محمود يوسف. ايوه. من سوهاج من قمه. ايوه. قريه اللغنة، واخد موسم تين الشوكي ده بيبدا معانا من سبعه. من شهر سبعه؟ من شهر سبعه. أيوة. بيخلص معايا في نص تسعه كده. ايوه. ولا ثمانيه، في اخر ثمانيه. ايوه. يعني بياخد معايا شهرين. ايوه. بعد ما اسيب موسم التين اشتغل شغلانة تاني في الصعيد في الملابس. بس كده. تعالى هنا كده. طيب تعالى لو سمحت قول لي بقى بتبيع، سيب اللي بايدك وقول لي انت بتبيع هنا القفص بكام وبتعمل ازاي؟ بس كده. اه. انا ببيع القفص ده بفضل الله ب 65. ايوه. يعني حتى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني حاجه بالصنعه النبي نضيف. اه. وريك كده شكل التينه كده وتقول لي ان هي الحلوه وان هي الوحشه. حتى دي حلوه ايه؟ اه. حتى دي حلوه، دي خضراء ودي مره، بس ايه؟ التينه هي هي. التينه من مزرعه واحده. بس حبايح واحده. ما شاء الله. اه. والحمد لله انا باخد موسم التين ده بقى كل لون متعيش فيه معايا. انت بتجيبه منين بقى؟ انا بجيبه من البحيره ومن ابو زعبل ومن بنيا. اه. بيجي لك كل يوم؟ بيجي لي كل يوم. اه. انا كده قربت. بخرج الساعة 9 كده وبخلص الساعة 12 بالليل. اه. الساعة 1 بالليل. يعني زي ما رزقي يكون قايل بخلص واروح. بس. انت متزوج؟ ايه؟ متجوز؟ لا. انا لسه يعني لسه شباب كده، يعني لسه ما اتجوزتش. عندك كام سنة يا احمد؟ انا عندي 24 سنة. اه. جاي بقى من سوهاج تشتغل هنا في التين الشوكي؟ جاي من سوهاج بشتغل هنا في التين الشوكي. انا بقالي 5 سنين ولا 6 سنين بشتغل في التين الشوكي ده. هنا في نفس المكان؟ هنا في الهيات. اه. على طنطا المحلة. اه. يعني بتقابل صعوبات في الشغلانة بتاعته دي؟ ايوه. الشوك بتاع السلم بتاع ده صعب جدا. اه. يعني بيتعبنا، يعني احنا لما نخلص كده بيتعبنا بالليل كده لما ننام. انا شايفك ماشي حاطط ملقط في رقبتك. هاي الملقط ده بنطلع منه الشوك. اه. عشان خاطر ايه؟ ما ينفعش ننام كده بالشوك ولا السلم بيتعبنا بالليل ما نعرفش ننام. اه. بس لازم الملقط ده اخليه معايا عشان اطلع بيه السلم من ايدي. احمد بقى انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه بقى؟ انا ببيع التين. بداية يومك من ازاي؟ يعني بداية يومك بتعمله ازاي؟ بشغل يومي من الساعة 9 كده، 9 الصبح. ايوه. 9 الصبح من 12 بالليل لحد من 12 بالليل لواحدة بالليل كده. اه. بقعد سهران يعني من 12 الظهر يعني. اه. اه. بقعد سهران وابيع التين الشوكي ده زي ما انتم شايفين. انا الاقي لقمة تعيش برضه فيه. اه. الاقي لقمة تعيش بالحلال لما يرضي الله. هو ده القفص ده ب 65 هو ب 60 بما يرضي الله. انا شاهد على الزبون. طب لما الزبون بقى بيجي ياخد منك فرداني يعني واحد اثنين فرداني الزبون ما ينزل لي، مش هقدر ازعله. هو معاه فلوس اوكله تين، مش معاه فلوس اوكله تين برضه. اه. يعني هو برضه انا ببيع 4 ب 10 و 3 ب 10، هو لما اقول لي 5 ب 10 اديله مش هزعله، قال لي 6 ب 10 اديله مش هزعله. اه. هديني تين وهشيله، حتى لو مش معاه فلوس برضه هديني تين، لحتى هو نفسه لازم تين هديله. كله مهم المسؤولين يخلوا بالهم مننا. وابيع بما يرضي الله والحمد لله، ربنا كرمنا الحمد لله. ايه اللي بعكسك بقى هنا يا احمد؟ اللي بعكسني والله هم الطريق بس بتوع الطرق اللي هم بعكسونا. اه. يعني بتوع المجلس دول كل يوم اقول له شيل شيل. وافضل نشيل ونرجع لورا. يعني احنا ماشيين بما يرضي الله وماشيين بالحلال، برضه عايزين يرجعونا كل يوم يدولنا، اقول له ارجع لورا
ما تفرش وايام ايام كده اقول للمحافظ معدي شيل الحاجه دي عشان المحافظ معدي واحنا هنرجع مشان نحكي معاهم وهنرفع الحاجه دي ونحطها ورا عبال ما المحافظ يعاقبه وبعدين نفرش تاني بعد كده هنمشيها يعني مشان ارض نزعل حد ولا شيء. بس انت بقى هنا حد من زمايلك هنا يعني معاك انت بتشتغل على الطريق كم واحد معاك هنا؟ انا عندي واحد في شبشير وعندي واحد في كوبري البحر وفي ناس قدام برضو بعديه بعد العيادات كده في عياش والحتت دي واللي من طنطا للمحله من اللهم صل عليك يا نبي من كم واحد يعني خمسة مثلا؟ لا احنا كتار يعني احنا نطلع 12 نفر ولا 17 نفر مع بعض وبعدين من طنطا للمحلة ماسكين الطريق دي كلنا ايه كلنا بناخد من عربية واحدة وسعر واحد. بيجيبكم كل قد ايه بقى؟ بيجيبنا بينزلنا العربية كل يوم وكل واحد اللي عايز خمس عدد انزله خمس اقفاص واللي عاوز 10 انت اللي بتنزل ولا انت بتاخد من حد تاني؟ لا انا باخد من حد تاني من عربية تانية بتنزلنا بتجيب لنا زراعة من ايه من المزرعة كل واحد على حسب فرصه على حسب رزقه كل واحد اللي بينزل 10 واللي بينزل 20 واللي بينزل 5 واللي بينزل 15. انت المعدل المتوسط بتاعك في اليوم كام يعني؟ على المتوسط بتاعه يعني في اليوم اللي اقول الحمد لله فيه ايام ساعات كنت يعني بنزل 30 بنزل 20 ايام بنزل 15 ايام بنزل 40 يعني لما الدنيا يرخص كده انا ممكن بنزل 50 عدايه ولا 40 عدايه لما التاني يرخص. لما دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه التين غالي دلوقتي بنزل على قد 15 عداية ولا 20 عداية. انت شايف ايه؟ 20 فيه. انت شايفك حد يافطة كده وتقول لسنا الوحيدون ولكننا متميزون. ايه تقصد منها يعني؟ ايه ليس الوحيدون وكمان المميزون. يعني كلمة انا حد جاية كلمانية كده يعني رزق انا حاطه في ربنا الحمد لله. ربنا ما هو ربنا كاتب الرزق للبني ادم لما هو الصبح كده عارف ان هو كاتب رزقه ايه. عمرك مش هتاخد اكتر من رزقه والحمد لله انا عمري ما ندمت على حد على الطريق وقلت له خد مين ولا بتاع انا بقعد ادي الدم بفرشي انا عندي ناس هتنزل لي الحمد لله تقعد ناس كبيره يعني ناس فوق العال وناس رتب يعني تنزل لي تقعد تهزر معايا وتضحك واقول انت كفايه ابتسامتك وكفايه ان انت بتنزل حد بينزل لك مش هترضى تزعله ولا ترضى ايه ولا ترضى تاثر معاه باي فلوس هتديله وهتبيع له حتى لو مش معاه فلوس برضه انا هديله كين وامشيه عادي مش مشكله بس اهم حاجه بينزل لي كده بيكلمني باسلوب حلو وانا اكلمه باسلوب حلو والزبون اللي هو بينزل لي يعني بينزل لي ان هو حبيبني يعني مش هو ان انا ناخد دين مني ومشي لا هو معايا طول السنه على طول حتى انا جيت هنا الفرش في الهياتم ولما شفنا على الطريق هينزل يعني ايه بياخد مني على طول ما رضاش يسيبني هو كل سنه كده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا يا ابو حميد.